فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب في سفره؟ لم يذكر هذا عنه إلا في راتبة الفجر، أما في غير راتبة الفجر ما ذكر عنه أنه يأتي بالرواتب، إنما كان يأتي بقيام الليل والتطوع لا بأس، هذا مطلق. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.